قد لا رد عليك مولي بنفس انك تغالط راسك اولا، لان احنا يا الخو كنا وما زلنا مجرد قبائل. اولا لا يوجد شيء اسمه الشعب الصحراوي، غير موجود بتاتا. البتشين قالوا تاريخيا شعب صحراوي، هذه كمش على يدك، وغير موجوده بتاتا البتة باننا شعب صحراوي. نحن مجرد قبائل نعيش في الصحراء الكبرى، نتحرك شمالا وشرقا وغربا على حساب الأحوال الجوية والكلاء، لأن نحن مجرد رحل ومجرد رعاة، شيء مفروغ منه. لم نكن شعب، كنا قبائل. بيان، هناك بعض القبائل قليلة جدا اللي استقرت في أماكن معينة إلى درجة بنت العمران أو شبه بناء عمراني. بعض القبائل في منطقة الساحل، يا غير الأكثرية كانت قبائل أطرابها معروفة في الصحراء الكبرى وتتحرك على الظروف اللي الطبيعية والكارة وهي الأمور. كنا نتقاتل، والله العلي العظيم نحن قبائل الصحراوي تقاتلنا مرات ومرات، هذا شيء معروف في التاريخ. بمعنى لم نكن شعب، لأننا دار بيننا قتال إلى أمس. كانت هناك روابط بين السلاطين وبين المسلمين، لأن حكام المسلمين عادة في التاريخ المغرب العربي كانوا يحكمون من مراكش أو فاس منذ القدم، ما كانوا يحكمون من موريتان أو من سنغال أو من مالي أو من الجزائر، يحكمون من مراكش ومن فاس. الحمد لله أنك اعترفت بحقبة الترارزة وعلي شندورة، وهذا يثبت بالملموس علاقة الدولة المغربية بالصحراء ككل، من السنغال ومالي إلى الرباط وإلى الأندلس. هناك علاقات لا يمكن أن ننكرها بحكم ذيك العاطفة والحقد وكذا، هذا تاريخ ينقال ما نقدر ننكره، والزوايا المتواجدة في موريتان تشهد على ذلك، زوايا تيجانية وهذه الزوايا، وفي السنغال نفس الشيء، ومالي نفس الشيء، هناك علاقة مشتركة. والحمد لله أنك عرجت على ترارزا وعلى حمو سعيد الذي حضر إلى موريتان من أجل مساندة علي شندورة في القرن السادس عشر. هذا يا بوي، هادو علاقات بين هاو السلاطين العلويين اللي هي الدولة المغربية الحديثة وقبائل الصحراء عموما. يا غير أننا احنا شعب، لم نكن شعب يا بوي أبدا، لا يوجد هناك شيء قال له الشعب الصحراوي أبدا. ما أنتم ولا نتكلموا من فراغ، كان حلم، أوكي أنا معاك، كان حلما باش نكونوا شيء، يا غير it didn't work، ما قد يصلح، لأن العقل، عقل الصحراوي مازال بعيد على تكوين شيء. مرحبا الخو، مرحبا منبر موريتانيا الحبيبة. لا يمشي معكم اللي في نقطة ذاك اللي عدلت لي قبيلتي، وذاك اللي عدل لي ما يسمى تنظيم البوليساريو. والنقطة ما اللي يلطنا نتفاهموا عليها، البوليساريو لا تمثل الصحراويين، تمثل جزء، أنا ما نقد نقول لك بداية نو، تمثل جزء من الصحراويين اللي من ضوي تحتها، واللي تال بالجزائر، واللي من شمال مالي، واللي من شمال موريتانيا، الله يسهل عليه، هذاك تمثيلية. والبوليساريو مجرد حركة ليست دولة. بمعنى اليوم قد نقول لك تمثلني حركة صحراء من أجل السلام، يقد يمثلني خط الشهيد، يقد يمثلني هاو صحراويين. يا غير ما تمثلني بوليساريو، ما تفرض علي تنظيم لا يمثلني. نرجع للقبيلة، الحمد لله أنا قبيلتي ولله الحمد ولله المنة، كنا عايشين مستراحين في طرابنا ولله الحمد. عشنا مع، نتكلم على أهلي، مع اسبانيا، ودخلت طرابنا اسبانيا باتفاق تجاري، والناس كانت عايشه ولله الحمد. ماذا عدلنا بوليساريو؟ بوليساريو جرنا ومسماي بالضبط، وما ولا مسمى جمع المسميات، يا غير احد مسميات الساحل واحد مكونات الساقيه الحمراء اللي هما الزرقيين، انجرينا للحماده لارض الجزائر. وهناك بدا التعذيب والاعتقالات بكون نحن قبيله من قبائل تكنا، وقبيله من قبائل الشلوحه، وقبيله من قبيله الملك. وهالراجل اللي يتكلم معاك بو جاي من فرنسا في 74، ونقطع راسه ونسلخ راسه بديك الهويه، انا شالح قبيله الشلوحه والملك وداك سيناريو. بمعنى البوليساريو جبرنا منها الويل والويلات، والقبيله الحمد لله طرعنا داخل القبيله وجبرنا الخير والخيرات ولله الحمد.
هذا تاريخ ما هو خالق شعب صحراوي، لا يوجد شيء قال له الدولة صحراويين، احنا صحراويين يا غير قبائل صحراوية، مجرد قبائل، لا يوجد شيء قال له دولة صحراوية أو شعب صحراوي بمعنى المتعارف عليه اليوم اللي هم الدول وبالأنظمة. هاي الكلمة جاءت سنة 1973 يا غير، ما مرشت، ما خدمت. لا نفس السؤال مالي اللي انا اطرحه عليك، اعطيني الدولة هاي اللي قالها الشعب صحراوي او دولة شعب صحراوي، اعطيني الزمان والمكان والعاصمة والشعار والدستور اللي عند هاي الدولة اللي قالها دولة الشعب صحراوي. انا حينما اقول الشعب صحراوي اعني دولة قال لها دولة الشعب صحراوي عندها الاسم والمسمى والعاصمة والعلم. وقلت لك غير موجودة، غير موجود شيء قال له شعب صحراوي، موجود صحراويين، صحراويين. انا ماني ناكر العرق الصحراوي لاني لا ننكر اصلي، نو الصحراوي موجود، صحراوي موجود في الجزائر، صحراوي موجود في مالي، صحراوي موجود في موريتان، صحراوي موجود في المغرب. هاي الصحراء الكبرى فيها صحراويين، يا غير ما هم شعب صحراوي. انت درك صحراوي موريتاني، الفلانيين صحراويين جزائريين، الفلانيين صحراويين ماليين، والفلانيين صحراويين مغاربة. يا خاصنا نفصل بين الأمور، يا غير كأننا شعب صحراوي بالدولة صحراوية تحت العلم وكذا، غير موجودة. أعطيني التاريخ والعاصمة والعلم، خليك من البوليزاريو 1973، انسى انسى الحقبة 73 يامس. إشكاليتكم زال حد الساعة ما نكون فاهمين ما معنى الشعب. الشعب الصحراوي جاءت عقب سنة 1973، ونحن نناقش القرن السادس عشر ونناقش التاريخ. كلمة شعب صحراوي جاءت سنة 1973 عقب هذه المجموعة اللي تدور تكون تنظيم البوليساريو لا غير. سابق ذاك قبائل صحراوي، أنا ما أنكرت قبيلة من قبائل الصحراء، حاشا ولله أنني قلت غير موجودين صحراويين قبائل. هناك قبائل، يلتنا نفصلوا بين معنى قبائل ومعنى الشعب. حينما نقول الشعب نقول الشعب الموريتاني وعاصمته نواكشوط، وحينما نقول الشعب الصحراوي عاصمته ماذا؟ خاص إنسان أنت تتكلم على حقبة 1973 لا غير، يا غير أنا نتكلم عليك ما سابق ذاك يا بويا بمئات سنين. وسابق ذاك كنا لا قبائل صحراوية، وتشوف إند أوف ستوري لا غير. مال انا قلت لك انك هناك حلم، لا حلم، حلم من اجل تكوين وتاسيس دوله ينقال لها دوله الشعب الصحراوي. راهو حلم يا الاخت، ولحد الساعه الحلم لم يتحقق. انا نتكلم لك في الواقع، قلت لك نحن لم نكن شعب، نحن مجرد قبائل صحراويه، وكل قبيله معروفه ترابها، هذاك انت تعرفيه ويعرفوا الجميع بدون مراوغات، نعرفوه وتحاربنا لسنين هاي القبائل فيما بيننا. يا غير لا يمشي مع كلامك. أين كانت الدولة الصحراوية أو الشعب الصحراوي حينما ولد ليم سنة 1884 سنوا اتفاقية مع الدولة الإسبانية من أجل دخول إلى وادي الدهب؟ هاي الشعب الصحراوي وين كان؟ على لا ولد ليم اللي وقعت مع إسبانيا في طرفاية وساقية، على دخلت اسبانيا في سنة 1924 باتفاقية مع قبيلة الزرقيين؟ على أين هو الشعب الصحراوي؟ تفضلي اسمع وتفضلي جاوبين الله يجازيك. احنا رمضان نعرف عنه ما أنا ياسر عنه، يغير لين واسون الحال ما يتخلطنا مع شعبها. الجمهورية العربية الصحراوية ديمقراطية نعلنت 27 فبراير 76 76 نعلنت في منين؟ نعلنت في أرض الجزائر، وإعلانها رغم أنه كان المسوق اللي يسوق للناس على أنه كان يعني كان ضربة استراتيجية وضربة استباقية اللي موحود فيه غريك، اللي شو الناس يقولوا حق تقرير المصير، أظهر في النهاية على أنها كانت خطأ استراتيجي، لأنه أنت شكلت عدلت دولة، عللت دولة في المنفى، وهذه سابقة في التاريخ، وبنيت لها مؤسسات في المنفى، في حين انه بدون مقدمات، في حين انه المقدمات الطبيعيه والقانونيه اللي يلتها تسبب ما خلقت. وهي انعلنت في ارض الجزائر، وهذيك ارض الجزائر ما في علمي على انها اللي انعلنت هي فيها، واللي ضريك قال الرابوني والمخيمات اللي حذاه، ما في علمي على انها تم غزوها، ما هي في علمي. مساله هم اللي الاعترافات، لا احد ما يشبح بها، كان مشبوح بها لانها كانت فعلا
اعترافات، ويقول لك انا بلغت يعني حد كبير، يكفي على انه في الثمانينات حصلت على النصاب القانوني في الوحده الافريقيه ساب بعد الاتحاد الافريقي. غير اليوم ذا شمس اليوم ذا شمس اليوم ذا 28 ولا 29 دوله هي اللي معترفه بها. هذا ما هو تقليل مثلا من قيمتها، ولا هو لمس فيها، يا غير وضع المسائل في مكانها الصحيح، وضع المسائل في مكانها الصحيح. دولة في المنفى وانت من ضمن الناس اللي نذكر، اللي ذكر الله حد ثاني من الاجماع على المنتدى اللي قد سمعته يطالب على انه لماذا، والله طرحت تساوي لماذا ما تفتح سفارة للجمهورية الصحراوية في نواكشوط. وهون إذا فتحت السفارة المقابلة لها الموريتانية من اللي تفتح؟ فرض الجزائر فيها سفارة ثانية، بالتالي ما هو منطقي موريتانيا عندها سفارتين في أرض نفس الدولة. معناها على أنه هم ياسر من المصطلحات لا يلد حد يرد له باله. يا مرحبا وسهلا.